السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنقول لك امتى اعرف ان انا عندي مرارة او الاعراض بتاعتي دي اعراض مرارة، وايه اكتر الاوقات اللي هي بيحصل فيها حصوات المرارة. تابعونا في الفيديو ده ان شاء الله تعالى وهنقول لكم. طبعا ألم الجانب الأيمن بعد الأكل مع وجود انتفاخ أو تجشؤ أو إحساس ترجيع أو ألم في الكتف اليمين أو في الظهر قصاد الجانب اليمين 100% دي مرارة until proof otherwise، يعني دي غالبا أعراض مرارة لحد ما أتأكد إن هي مش مرارة. الأكتر أوقات بيحصل فيها المرارة هم حاجتين، أول حاجة بعد الحمل أو أثناء الحمل، والحاجة التانية لو أنا عامل دايت أو عامل نظام غذائي دايما هيبقى إفرازات الكبد لزجة، فبالتالي بتكون حصوات في المرارة، يبقى نزول في الوزن أو أثناء الحمل أو بعد الحمل. طيب إيه الأعراض التانية اللي هي ممكن تكون أعراض مرارة؟ أول حاجة ألم في الجانب اليمين مصاحب لإحساس انتفاخ أو إحساس ترجيع، الألم ده بيكون عبارة عن مغص، حاجة مكلبشة، حاجة قفشة، هو ده وجع المرارة اللي إحنا بنقدر نشخص من خلاله المرارة عن طريق الأعراض. ثم السونار بيحدد لي انواع الحصوه اللي موجوده، اذا كانت هي حسب حجمها حصوه كبيره ولا مجموعه من الحصوات الكبيره او مجموعه من الحصوات الصغيره. المفاجاه هنا بقى ان الحصوات الصغيره المشكله فيها مش الحصوه الكبيره، لان لو حصوه صغيره عدت للقناه المريه ممكن تعمل ارتفاع في نسبه الصفرة في الدم وهرش في الجسم وتغير في لون البول ولون البراز، وبالتالي هحتاج ان انا اعمل منظار للقناة المريه قبل ما اشيل مراره، او ممكن الحصوه دي تقفل قناه البنكرياس، ودي اخطر حاجه في المراره ان حصوه دي تعمل التهاب حاد في البنكرياس. وطبعا التهاب البنكرياس ده يا اما بتعدي منه يا اما بيكون قاتل ومميت. بننصحكم دايما اتشخصت ان انت عندك حصوات في المراره وبالاخص من النوع الصغير السمول لازم تعمل عمليه. في مركزنا مركز دكتور احمد سفينه بنوفر استئصال المراره بالمنظار عن طريق قطعات صغيره جدا مع المتابعه الجيده مع طبيب الجراحه والتغذيه. في مركز دكتور احمد سفينه انت دايما في ايد امين.